صلى على أشرف المرسلين. أول كلمة أقول الولي وهران حسبي الله الوكيل، حسبي الله الوكيل، حسبي الله الوكيل. الحوايج اللي درتهم، هذا الإنسان البسيط اللي يبيع الحمص والبيض الزعك وعليه، هذا إنسان فقير، هذا ما عندوش، هذا ديرو فوق صدرك، ديرو تاج فوق راسك، هذا إنسان شريف، إنسان يجيب لقمة من عرقه، لقمة عيشه من عرقه، عنده أولاد، عنده عائلة، فكر في العائلة. سبحان الله، نحن الشعب الجزائري كثرنا عليه. شوف المواقع كل، قبل ما نكمل حضرتي شوف وش داره، شوف وش دار، انظر كي نولي ليكم. تفضل. كيف كيف؟ ازقش كمشي تروحي، ازقش كمشي، ازقش كمشي، ايا نفس الشيء. زيد غدوة تبعت لي واحد يفيريفي، تلقى حاجة هنا خبرني سيد الرئيس، حاجة ما تقال، حاجة ما تقال اليوم، اليوم قبل. شفتوا، شفتوا الصراح وش قال، وش هدر على مسكين هذا الإنسان الطيب، هذا الإنسان يبيع الحمص بارك البيض، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. وتحية تبون على كلامه الجميل، تحية تبون، تحية تبون، وان تو ثري فاجيري، وتحية الزواولة، وتحية الزواولة اللي نشتيهم، تحية الزواولة. الأخيرة يمهل ولا يهمل، كان ربي سبحانه وتعالى قد على كلش، أنا ما يشتيش اللي يظلم، والإنسان اللي يظلم راه ربي سبحانه وتعالى يخلصها غالية. وتحية الوطن، وتحية الجزائر، وتحية من يحب راية الوطن، وتحية تبون، تبون، أنت على العين والرأس، بالآخر.